تفاجأت حقيقة بتغريدة كتبها الأخ خالد يكذب كلامي ويقول إن الميزة هذه ما أعطيت إلا لمجالس كما يدعي مجالس الصوت الواحد. والحمد لله ردوا على خالد السلطان كثير من الناس بكتاب هو موقعه في مجلس 2012، ومجلس 2012 ما هو مجلس صوت واحد. طبعا أنا ما حبيت أرد في هذا الموضوع، تفاجأت بأن الأخ خالد سلطان مرة أخرى يكتب تغريدة، وهالمرة الأولى كذب كلامي، المرة الثانية قولني كلام أنا ما قلته. ودي أقرأ لكم التغريدة الثانية. خالد سلطان بن عيسى يقول: لشرح اللبس فيما ورد في الخطاب الموقع بشأن الراتب التقاعدي وما شرحه لي آنذاك الأمين العام إنه استحقاق لهم ولم يكن بطلبهم ولهم تفعيله ولو شاءوا. قاعد يركز على نقطتين، إن أنا ترى وقعت الكتاب لأن الأمين العام قال لي نقطتين. النقطة الأولى ترى هذا استحقاق قال لي الأمين العام، والنقطة الثانية ترى قال لي الأمين العام إن هذا مو شرط يكون بطلبهم، وإذا يبونه يفعلونه، ما يبونه ما يفعلونه. وأنا ودي أفند يعني هذه المزاعم. أول شيء، هذا الكلام عاري عن الصحة تماماً، الكلام اللي تفضل فيه أخونا خالد سلطان بن عيسى. أنا لما أقول له، كيف أقول له أنا استحقاق وهو موجود في صدر الكتاب اللي هو موقعه، اللي هو هذا الكتاب، الكتاب اللي وقعه خالد سلطان، موجود فيه إن المادة مشروح المادة وإن هذه المادة مادة استثنائية، فكيف أنا أقول له يا أبو وليد وقع الكتاب لأن هذه استحقاق للأعضاء؟ هذا أول شيء. ثاني شيء، كيف أقول له أنا يا أبو وليد إن هذا الموضوع ممكن إنه بدون الرجوع للأعضاء؟ أكو أعضاء ليه اليوم ما أخذوا بعض الميزات؟ على سبيل المثال جاسم الخرافي الله يرحمه، الرئيس الأسبق، لم يتمتع بسيارة. الرئيس الحالي مرزوق الغانم لم يتمتع بسيارة، وبعض الأعضاء الحاليين والسابقين لم يتمتعوا بكثير من المزايا. فكيف أنا أقول له إن هذا الموضوع ما يحتاج موافقة من الأعضاء؟